انا جيت هنا في المكان دون الجميل دون عشان ازرع النخله بايدي، وبسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا عايزه كل الناس تيجي تشوف وتتفرج على المكان الجميل وتتبرع، والشباب هنا زي الورد وزي الفل. نزرع بساتين وزهور، ننشر امل والمجتمع فينا فخور. احلى شعور وبروح حلوه رائعين، عقلب واحد اجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير. يعني ايه خير يبقى؟ يعني صدقة جارية أمرنا بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشت يوم 2 3 10 20 هتفضل صدقة، وهيفضل الثمرة بتاعة الصدقة توصل معاك حتى في قبرك. عمل صالح هيدخل لك في قبرك ينور القبر بتاعك. سمعت عن خير يبقى؟ يلا ساهم وتعالى شارك معانا. والمجتمع فينا فخور. احلى شعور بروح حلوه رائعه، عقلب واحد اجمعين، حتى ابتعدنا في البذل مستمتعين. نشكر مؤسسه خير يبقى ان ساعدتنا على دخول المياه هنا، واحنا كان في صعوبه في نقل المياه، الاولاد بيشيلوا واطفال بيشيلوا، وفرحتنا ما ساعدناش النهارده ان دخلتنا المياه في البيت، وربنا يجعلها في ميزان حسنات ومزيدهم من خير لخير. بمساعدتكم معانا خير يبقى.